حضراتكم ونقول لشركائنا في الوطن، أشقائنا، إخواتنا، جيراننا، أصحابنا، حبايبنا الأقباط، كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير وصحة وسعادة بمناسبة عيد القيامة المجيد. خليني أقول لحضراتكم أنه فال حلو كده وجميل أن تتزامن أيام عيد القيامة المجيد مع أيام شهر رمضان المبارك، أيام كده كلها خير وسعادة وفرحة وأعياد وبركة علينا يا رب إن شاء الله وعلى مصرنا الحبيبة الغالية. عايز أقول لحضراتكم أن امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج. وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: يطيب لي أن أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعين الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة. أتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير. كل سنة وكل لحظة وإحنا دايما طيبين وعلى قلب رجل واحد، وأيامنا كلها يسودها وأعيادنا كلها يسودها التسامح والإخاء والمحبة والوحدة والجمال اللي مش هتلاقيه في أي مكان غير في بلدنا الغالية مصر. كل سنة وأشقائنا الأقباط سواء داخل مصر أو خارج مصر بألف خير وسعادة وأعياد سعيدة علينا جميعا إن شاء الله.